يتغير واقع الحياة بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث استطاعت المبادرة الرئاسية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالي القرية. وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. نتابع تحديدا من داخل قرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية فعاليات مبادرة أنت الحياة، والتي تقام تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في يومها الثالث، حيث بدأت هذه المبادرة في 17 من سبتمبر الجاري وتستمر لمدة 6 أيام حتى 22 من نفس الشهر. لو تحدثنا ببعض التفاصيل عن هذه المبادرة والتي تخدم ما يصل إلى 35,000 نسمة من قاطني وأهالي هذه القرية، هذه القرية هي من بين عدد من القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتي تم الانتهاء فعليا من البنية التحتية ومركز الخدمات ورفع كفاءة المدارس ومراكز الشباب المتواجدة داخل هذه القرية. لو تحدثنا ببعض التفاصيل عن مبادرة أنت الحياة والتي تستمر في يومها الثالث، فتتضمن هذه المبادرة خدمة لجميع الفئات داخل هذه القرية من خلال قوافل طبية وثقافية وفنية. هذه القوافل الطبية تتضمن الكشف على أهالي القرية بالمجان، أيضا عمل الفحوصات اللازمة لهم وصرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات في حالة يعني إذا كانت هذه الحالة تستحق التحويل إلى العمليات دون قوائم انتظار. أيضا تتضمن التطعيم ضد فيروس كورونا والتوعية بالأمراض الفيروسية وكيفية تجنب هذه الأمراض الفيروسية، هذا ما يتعلق بالقافلة الطبية. أيضا تتضمن هذه المبادرة قافلة توعوية وثقافية من خلال عدد من الندوات التي تقام لأهالي هذه القرية، فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، أيضا فعاليات لتوعية الأهالي داخل هذه القرية ثقافيا واجتماعيا، بعض الفعاليات الرياضية التي تتم داخل مركز الشباب، أيضا فعاليات تتعلق بملتقى توظيفي يتم داخل هذه المبادرة لأهالي هذه القرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وأيضا المؤهلات العليا. تتضمن أيضا المبادرة ورش فنية وورش لتعليم الحرف اليدوية لفتح آفاق جديدة للأسر وجعل هذه الأسر منتجة وخدمة هذه الأسر مادية من خلال تعليمهم بعض الحرف اليدوية والمتعلقة ب الزجاج المعشق وأيضا الموزايك والنول وغيرها من الحرف التي يمكن للسيدات بدء المشروعات الخاصة بها داخل هذه القرية. هذه هي ما يتعلق وهذا هو ما يتعلق بمبادرة أنت الحياة والتي تقام داخل هذه المحافظة وداخل هذه القرية تحديدا تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري، وكشف على عدد كبير من الأهالي، توعية وبناء للإنسان وهو من أولويات هذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد إدخال الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية. هذا هو أبرز ما لدينا من داخل هذه المحافظة، والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.